دكتور، ايه حكاية المتغير الجديد؟ التقارير العالمية بتقول ان اصابته واعراضه كمان يعني مش زي ما احنا متعودين في الفترة الاخيرة، قد تكون اكثر حدة من الاعراض اللي شفناها في الفترة اللي فاتت. طب عشان ما يحصلش بس التباس عند الناس، احنا في الفترة دي من السنة عالميا تزداد معدل انتشار العدوات التنفسية طب جميعا، سواء كان برد او انفلونزا او كورونا، اللي هو اوريدي ما كانش انتهى عالميا وكان موجود في تحورات اخرى غير التحور اللي موجود. فكورونا عالميا كان موجود وما كانش اختفى، وكان ليه نسب ازدياد في خلال الفتره دي. كذلك الفيروس المخلاوي، احنا بنواجه 4 فيروسات تنفسيه تزداد معدل انتشارها في هذا التوقيت. المتحور الجديد اللي حصل، احنا من نعمه ربنا الفتره اللي فاتت التحورات اللي كانت بتحصل ما بعد اوميكرون تحورات فرعيه للمتحور الرئيسي، كانت كلها ممكن بتزداد قدره على الانتشار السريع، وده طبيعه فيروس كورونا، ولكن من نعمه ربنا لم يطرا عليها اي اعراض شديده جديده او مضاعفات خطيره. بمعنى هي نفس الاعراض، هو نفس البروتوكول، اللي طرا عليها فقط هو سرعته وقدرته على الانتشار، وحاجه ثانيه طرات عليه هي فكره الهروب المناعي. يعني ايه هروب مناعي؟ يعني الاجسام المضاده اللي متكونه في اجسادنا بسبب الاصابات السابقه او بسبب اللقاحات لم تستطع بالفعل التمييز بينها، فبالتالي ممكن يحصل اصابه وانت واخد اللقاح. ولكن كل التقارير اللي اشارت ان حاله الهروب المناعي اشارت ايضا ان اللقاحات لا تزال مهمه في منع المضاعفات مش منع الاصابه. بمعنى ان هو ممكن تصاب، ولكن لو انت واخد اللقاح حدته اقل، خطورته اقل. وده فكره منظومه اللقاحات عالميا اللي هي مصر ابتدتها بالفعل، من اقوى المنظومات اللقاحات اللي اتعملت بالنسبه لكورونا في مصر. دي ساهمت بنسبه كبيره جدا في القضاء على ان يحصل تحولات قويه. كورونا الان يتحول بصوره اضعف، بصوره اقل، بيزداد انتشارا، واحنا فعليا عارفين ان كورونا مش هينتهي زيه زي البرد والانفلونزا. احنا كنا نامل ان هو مع تحوراته يضعف، وده اللي بيحصل، يصبح بعد ذلك فيروس مثل البرد والانفلونزا. الانفلونزا كل سنه بتتحور، فبيكون لها لقاح موسمي بيختلف عن السنه اللي قبله. كورونا سيسلك هذا السلوك ويتحور ويكون له لقاح، ونغير اللقاح كل شويه. ده اللي هيحصل مع كورونا لحد ما يصبح فيروس ضعيف، ناخد له لقاح كل سنه لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه. ده سيناريو كورونا، فالناس ما تقلقش، ده طبيعي في هذا الموسم في هذا التوقيت ان يكون طيب هناك عدوى. ليه في تقارير بتقول انه اعراضه اكثر خطوره من الاعراض السابقه؟ لحد دلوقتي النسب الاصابات العالميه في ازدياد كبير، لكن ما فيش زيادات مفاجاه او قويه في نسب دخول الرعايات او المستشفيات او حالات الوفيات. ولكن طبعا احنا مع كبار السن اصحاب الامراض المزمنه اصحاب المناعه الضعيفه، مرضى الطبيعي يعني الطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه. دكتور جدا ان البرد حتى الانفلونزا بيكون لها مضاعفات خطيره حتى مع كبار السن مع الامراض المزمنه. الانفلونزا نفسها لها نسب وفيات عالميه، لها نسب مضاعفات. فبالتالي كورونا مع تحوره قد يكون هناك مضاعفات لهذه الفئه الخطيره، اللي بيقول للناس علينا الحيطه والحذر وليس القلق والخوف. ان احنا نستخدم كماماتنا في حاله تجمعاتنا خصوصا كبار السن، ناخد جرعه تعزيزيه اخرى من لقاح كورونا لكبار السن اللي فات عليهم اكثر من 6 أشهر من الجرعه الاولى. لو عملنا كده وطبقنا الاجراءات من النظافه وغسيل الايدي والكمامات بنسبه كبيره جدا، هيعدي الشتاء بسلام، وهيعدي التحور ده كسابقين. احنا مش اول مره نواجه تحور جديد لكورونا، هيعدي بسلام وامان بدون اي مشاكل طبيه.